ولما بدأت رحلة وليد توفيق في السبعينيات كان أكيد لابس لبس سبعيناتي. طبعا شعره سبعيناتي على رأي أحمد مكي. مظبوط لبسه سبعيناتي صح. إنما صوته تايمليس الحمد لله، لا يمكن إنك تحصره في زمن أو في جيل أو في مرحلة. طلعت في التلفزيون من ورا الست الوالدة صح. أنا عايزك تحكي لي على رد فعل والدتك، لأنها ما كانتش عارفة إنك مقدم في الغنى، مقدم في صح. برنامج شهير. بس الأول نشوف اللوك السبعيناتي سلام، وبعدين نشوف رد فعل إيه بإيه. أبدا بقول لهم شوفوا بس. أيوة اللوك السبعيناتي هيبقى إيه؟ يبقى شعر طويل كان حلو والكولة كبيرة. دلوقتي رجع تاني على فكرة. أيوة بس أنتوا في السبعينات لبستوا ألوان وهيصتوا والقبل الطويلة وال... عملتوا حاجات حلوة بس الصوت ما شاء الله. ظلموا البنية قالوا عنها هي واللي في عينيها ملقاش مودة، ظلم الصبية وراح وقال قالوا عنها هي. ظلموا البنية قالوا عنها هي ما حد عدى ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا وقال قالوا عنها هي. ظلموا البنية قالوا عنها هي واللي في عينيها مين برضو كده كأنه سنة. يمكن أنا عشان في شيء جوي ما بحسبش السنين، سبحان الله في سنين معينة في حياتي بعرفها، لكن صدقيني ساعات بقول له أنت عملت الفيلم ده أنت، بقول له ما أعرفش، غنيت الأغنية دي بقول له يمكن هالسنة أو سنة، بس ببقى دايما السنين بالنسبة لي لا تعني لي أرقام الروح. رجعنا على الروح. طب ما احنا برضو هنشيل السنين ونسمع جزء من بهية، جزء صغنطوط. سلام سلام. يعني في زماننا دلوقتي يبقى ناخد الجزء اللي هو من عند الكرار نهوان بالسي فادي من عند الكرار. رد البيبان يا بهية ظلموا البناية
باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.